بأن الولايات المتحدة من الواضح بأنها تراقب الانتخابات في العراق مراقبة وثيقة وبحذر، ومن أحد النواحي فإن صناع السياسة الأمريكيين يفخرون حقيقة نوعا ما بأن هذه هي الانتخابات الرابعة والخامسة في العراق، وأن النظام فعال جدا، وأننا قد رأينا عددا من مرات نقل السلطة السلمية ما بين الأطراف المختلفة والأحزاب المختلفة والقوى المختلفة. فأعتقد بأن هناك نوع من الصمود ونوع من المرونة وأيضا الشرعية في نظام الانتخاب والتجربة الديمقراطية في العراق، وهذا مشجع ويجب بالتأكيد أن نهنئ العراقيين على ذلك. ومن ناحية أخرى، وكما قلت في مقدمتك، فأن هناك الكثير من التعاطف في عدم المبالاة في العراق حول هذه الانتخابات، وسؤال يتعلق بعدد الذين سيصوتون. وعلى الرغم من حصول عدة انتخابات وعدة تغييرات حكومية سابقة، إلا أنه لم يتغير شيء كثيرا فيما يتعلق بحياة المواطن العراقي العادي، أي بأن الرعاية الصحية ما زالت يصعب الوصول إليها أو فيها بعض المشاكل، البنية التحتية، الكهرباء، وحتى العنف والزعزعة الأمنية ما زالت مشاكل قائمة. فأعتقد بأن هناك الكثير من القلق ما بين العراقيين وأيضا حتى المجتمع الخارجي، وعلى الرغم من أن الانتخابات قد نجحت في المرات الماضية، إلا أنه لم يتغير شيء في العراق فيما يتعلق بحياة المواطن العراقي وما يراه في حياته اليومية. طبعا من أحد الجوانب الهامة جدا لهذه الانتخابات، وهو كما قلت أيضا في مقدمتك، بأن هناك أيضا مناطق انتخابية جديدة وقانون انتخاب جديد، وهذا يفترض أن يعالج مشكلة استجابة القادة المنتخبين لاحتياجات ناخبيهم. إذا تم انتخاب الشخص بناء على مستوى المحافظة، فسوف يصعب على الناس حقيقة أن يسائلوا ممثليهم، في حين بأنه إذا تم انتخاب الشخص من منطقة انتخابية أصغر، وكان المنتخب أو الممثل مضطرا للاستجابة والتفاعل مع أسئلة الناخبين، وهذا قد يغير الأمور على أرض الواقع، ولكن يجب أن ننتظر.